sanitizing we need to be is in sample. Well, reflect cross contamination, PSF cross contamination, يبقى ما ينفعش سكين لو دخلت فرن لقيت الطبار بيقطع سكينة الفراخ يقطع بيها اللحمة، لا ما ينفعش ولا على نفس المكان. تمام؟ علامة ايه يا ترى؟ نوبل هاند فوكت وارتي اي ممنوع بقى تقدم اي اكل هيتقدم من غير ما يتطبخ يعمل فيه ايه؟ يمسكه بايدينا من غير جوانتي. ماشي؟ يبقى لازم الجوانتي ده حاجه مقدسه. يبقى لما بصحى اكون هاندلر كده يا ترى ايه منظره يبقى عامل ازاي؟ اول حاجه صحته يبقى عامل ازاي؟ يبقى محاياه. تاني حاجه يبقى نظيف. حالي ده مش عامل زينا كده. تمام؟ لازم حالي ده زي الجيش كده. لو مربي ده في حاجه يا جماعه اسمها بير جارد بيغطي بيها الدق يعني عشان ما يدخلش في السياسه عشان يقول لك انا مش هحلق دق، انت عايز احلق دقي؟ يقول لك بدخلك بقى في ايه في السياسه؟ لا انت براحتك، بس في حاجه اسمها بير جارد بيغطي بيها دقنك. فلو عنده دقن لازم متغطيه، لو عنده شعر لازم يبقى متغطي، الهدوم بتاعته تبقى نظيفه فله يستحمى كده الصبح، ممنوع طبعا يحط بيرفيومز او اي حاجه، ممنوع الخواتم او الجيولري او اي حاجه يلبسها في ايديه او ساعات او كده. ليه؟ لانها بتتم ايه؟ بتتم ايه؟ البكتيريا. يا شباب لازم يبقى نضيف، يبقى لابس الابرن بتاعته سواء ديسبوزر او لابس الابرن بتاعته اللي هي الفجاله بتاعته دي، ودي اللي بتسموها البطل بس ما تشربش. يا شباب يبقى الفود هاندلر لما تدخل تلاقي زي ايه؟ لما تدخل تلاقي الفود هاندلر مش مغطي شعر، تعمل فيه ايه؟ اه دي بقى الاول ممنوع. طيب فود هاندلر ماسك اكل من غير جوانتي. طيب يا شباب عرفنا العلامات دي؟ اوكي. طيب اخطر علامه فيها ايه بقى؟ شباب شباب مرة ثالثة اخطر علامه فيها التي تي زي دي تمبرتشر دينجر زون درجة حرارة الخطر. الدكتور ما يعرفش درجة حرارة الخطر في الأكل. ده جميل جدا. ما يعرفش. طيب ايه درجة حرارة الأكل؟ من 5 مئوي ل 60 مئوي. دي درجة الخطر. ما يصحش الأكل يبقى درجة حرارته في الدرجة دي أكتر من 3 أو 4 ساعات بكتير. غير كده بنسميه دايت تمبرتشر أبيوز ولازم نعمل فيه إيه؟ معايا ولا لا؟ لازم نرميه. تمام؟ يا شباب يبقى اي اكل يعني لو انا عندي كاونتر مثلا بوفيه داخل الفندق 5 نجوم وباكل، المفروض البوفيه لما اقيس درجه حراره الاكل تطلع كام؟ لو هو سخن 140 لا لا سوري بالمئوي 60. طب هات درجه حراره الخطر من كام لكام؟ 5 لا الاولى كلها من 5 لكام؟ 60 بالظبط كده. يا شباب عشان دي لازم تبقى معروفة زي ايه؟ زي اسمنت. طيب أمال لو حاجة ساعة بقى يعني صلاة يبقى لازم ايه درجة حرارة أقل من كام؟ 5. يبقى كل التلاجات اللي أنتوا بتدخلوا تاخدوا منها الحاجات دي لازم تبقى فيها ترمومتر، يعني التلاجة اللي ما فيهاش ترمومتر ما تبقاش تلاجة. ما يصحش. أوكي؟ ومن حقك إن أنت تقفل مكان العمل لو أنت هيلث انسبكتور يعني. أوكي؟ فلازم يبقى فيها ترمومتر، والترمومتر ده أي أقل من 5. الفريزر بيقرا أقل من 18. يا شباب يبقى ما ينفعش. طب وليه من 5 ل 60؟ اشمعنى؟ ليه دي درجة حرارة؟ بالظبط. يعني لو انت بصيت مثلا البكتيريا بتحب جسم البني ادم جدا، ليه درجة حرارته ساعة وتحب؟ النص ما انت مبسوطة. البكتيريا عايزة ايه عشان تعيش؟ عايزة درجة حرارة كويسة، عايزة مية وهواء ونيوترال اسيد، تبقى مبسوطة جدا بقى على الهواء وايه؟ ممطرة. تمام؟ فاحنا بنسيطر عليها بان ممنوع اي اكل ما فيهوش درجة حرارة الخطرة دي اللي هي من 5. طيب ثواني بقى سؤال اعرف ازاي ان درجه حراره الاكل ده 60؟ تمام؟ قيس حلو قوي. طب احنا نعرف الترمومتر بتاع تعمل ده الميز بيه حط تحت لسانك وفي ترمومتر الاكل؟ اه بالظبط كده. في ترمومتر هي فتره الساحر بقى اللي انا بقول عليها اهو. بصوا يا شباب ده الترمومتر بتاع الاكل كان بالظبط اهو. ده مش مفاهيم، ده الترمومتر بتاع الاكل مخصوص بيقرا حتى درجه حراره 150 وفي اكتر من كده. ده ديجيتال في منه انالوج وفي منه انفراريد. لازم تقيس درجه حراره الاكل الكور يعني ده كده بالفرن. تاكله في حته لحمه سيبه يقرا لحد اول ما يعدي 60 يبقى كده تمام. تشيله لما تعمل كده مش بس بتعمل كده وتذكر ده، لازم يبقى عندك فورم
فيها الكلام ده. تمام؟ يبقى انت نازل عندك بقى موضوع كبير، نازل عندك الفود سيفتي تيم مسؤول عن ان هو يعمل مونيتورنج، يعمل ايه؟ مونيتورنج يعني درجه الحراره ويسجلها يا شباب. بعد كده من الاكل بتحطوا حاجه اسمها كريتيكال ليميتس. طيب بقى اتفضل. ايوه حلو جدا، نقطه جميله. بس تقول ما تشيلش بقى، ما تروحش بقى زي الباشا ما تروحش شايل الترومتر من الاكله دي تروح في الاكله دي، لا لازم يبقى عندك طريقه تعملوا بيها سانيتايز. اكسلنت بوينت. لازم تعقروا الاول، عشان كده بنفضل الانفراريد علشان ما نحطوش جوه الاكل. لكن لو غالي او كده، لان ده لازم يبقى مع كل طباخ، مش معقول اجيب مع كل طباخ. ماشي؟ لازم نعقره ما بين اكل واكل. في حاجه عندنا اسمها كريتيكال ليميتس. الاكل يحتوي حاجتين، التايم والتمبرتشر. ماشي يا شباب؟ احنا قلنا الاكل ما يقعدش درجه حراره الخطر اكتر من قد ايه؟ 4 ساعات كتير، وبعد كده يتمبرتشر. لو هنطبخ الاكل، اي اكل بيتطبخ لازم يتطبخ على الاقل لحد درجه حراره 75 لمده 15 ساعه. الماكسيمم. ماشي؟ طبعا احنا كلنا بنطبخ على اعلى من كده، بنحط اطول من كده، لكن ده اكوردنج للفود جول. ماشي يا شباب؟ يبقى عندنا الحاجتين اللي يحتوي الاكل ايه وايه؟ تايم وايه؟ طيب وتمبرتشر. ماشي؟ هاي دي العلامه بتاعت ووش برينج سانيتايز. زي ما قلنا دي الاول بتشيل الحاجات اللي في الطبق، وبعدين بتغسله فين او بريل او صابون او اي حاجه، وبعدين لازم تحطه في حاجه سانيتايزنج عشان تقتل البكتيريا او الميكروبس، وبعد كده بتنشفه يا اما بلاش كوانتي ودي ناشف في اليمين، او تسيبه ينشف في الدراي اير. ويفضل ان احنا نستعمل الكلام ده كله، نستعمل ايه؟ ديش ووش. عشان ديش ووشر بتعمل ايه؟ ديش ووشر بتعمل ايه؟ تقتل البكتيريا ازاي ديش ووشر؟ ها؟ اه تمبرتشر عالي بالظبط، فيها تمبرتشر عالي جدا فبتقتل ايه؟ دي علامة البوتنشال هازاردس. في حاجة يا جماعة اسمها بي اتش اف بوتنشالي هازاردس فود. ركز الكلام بوتنشالي هازاردس فود. أكل أكثر خطورة من غيره. ليه أكثر خطورة من غيره؟ فعلا البكتيريا بتحب وقت حلوه ليه بس؟ لذيذ جدا. نيوترال ومويست وفي اير وكل حاجه، عشان كده مثلا المايونيز وانس ان انت فتحت الفوم بتاعه لازم تحطه على طول فين؟ في الثلاجه، ما تسيبوش بره. لو سبته بره بيمثل كانك حاططها في انتيبيتر، تبقى مبسوطه جدا. تمام؟ العلامه دي من اهم العلامات. كوك اول فود ثيرلي اتليست لحد درجه حراره 74 فور 15 سكند. العلامة دي برضه مهمة جدا جدا جدا، هي دي البروتكشن بتاعت البيرس فلو مثلا أو السالموريلا أو أي حاجة، دي كريتيكال كنترول بوينت. فوق. تمام؟ لو طبخنا الأكل يبقى إحنا كده نقدر أتليست الكونسيومر يبقى ضامن إن هو مش هيعمل. ولكن لازم برضه نفكر في الراجل اللي بيطبخ. الهوت هولدنج والكولد هولدنج زي ما قلت لكم. لو هحفظ حاجة هارد عشان أقدمها سخن لازم أحفظها فوق درجة كام؟ 60. لو احفظها عشان اقدمها كولد يبقى 5 او اقل. الكلام ده برضه مهم. في مشاكل في الفود سيفتي ايكونز دي؟ ظريفه وصور وكرتون وحضره حلوه. دي ازاي اعمل كولي؟ يمكن دي مش يعني مش لازم قوي، بس يعني برضه نبقى عارفينها ان انت علشان تسقع الاكل وهو سخن ما ينفعش تروح حاطط الكلام كده على طول. ما ينفعش. لازم تنزل الاول عندك 6 ساعات تسقع فيهم الاكل. عندك ساعتين تنزلهم من درجه حراره 60 ل 21 واربع ساعات تنزلهم من 21 ل 50. ماشي يا شباب؟ حلو جدا. طبعا زي ما قلنا الهاند لوشن، او لو انتوا بصيتوا هنا يمكن الصوره دي مش واضحه قوي، بس لو انتوا بصيتوا هنا هتلاقوا ده الحوض بتاع غسيل ايدين. المكنه اللي بتنزل المناديل دي مكنه بسنسور فوتو الكتريك سنسور كده، تحط على ايدك تنزلك المنديل ولا تمسك حاجه. الحوض بيشتغل تحت هنا بالركبه، والسانيتايزر برضه بينزل سنسور، يعني انت مش هتمسك اي حاجه بايدك خالص. يا شباب؟ اوكي. واحنا اتكلمنا على غسيل ايدين، ده الكروس كونتامينيشن. الكروس كونتامينيشن برضه ممكن يحصل في تخزين الاكل. لما شباب لما تخزن الاكل في الثلاجه تحط الحاجات اللي بتنقط او الحاجات اللي نيه تحت خالص في اخر الرف. تمام؟ والحاجات الريدي تو ايت زي السلطه او العيش او الكلام ده في الرف اللي فوق. اوكي؟ طيب. ادريس فوق. Avoid the violation of the dress code. ده واحد اهو حل بتوع الفول والطعميه،